السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا حلوين. اليوم راح نبدأ بفيديو جديد يا جماعة عن لعبة ون بيس، صراحة الانمي المشهور، لكن هذه يا جماعة لعبة على الجوال. طبعا هذه الحلقة يا جماعة راح تكون يعني ملحقة بحلقات على الماشي، فلذلك راح يكون الفيديو سريع جدا، يعني تقريبا 10 دقائق بالاكثر. ما احب انه اطول عليكم يا جماعه، اذا ما كنت مشترك اشترك معنا ويلا نشوف اللعبه مع بعض. طبعا يا جماعه مثل ما تشوفون اللعبه صراحه رائعه جدا جدا، وعجبتني فكره اللعبه، خاصه انه تقريبا جميع الشخصيات موجوده في اللعبه. المهم يا جماعه خلونا نشوف الشخصيات اللي عندنا اللي قدرنا نجمعها حاليا. نجي يا جماعه على بتل، ونجي هنا يا جماعه، وهنا راح نجي على ديت بيرتي. راح تشوفون يا جماعه عدد الشخصيات اللي عندنا. ايضا يا جماعه الشخصيات منوعه، يعني ما هي شخصيه واحده فقط، يعني مثل ما تشوفون لوفي عند هاي الشخصيه. يا جماعه ليش ضغطت؟ مثل ما تشوفون يا جماعه هذا شخصيه لوفي موجوده هنا، واكو هذه شخصيه لوفي ايضا مره ثانيه، يعني تقريبا الشخصيه واحده لها عده شخصيات، يعني ما هي شخصيه واحده فقط. خلونا يا جماعة نجرب. مثل ما تشوفون عندي لوفي حاليا عندي 4 نجوم هذه الشخصية، وأيضا يا جماعة الشانكس موجود عندي 4 نجوم. خلونا يا جماعة ندخل جولة ويا رب أنه تضبط معنا، لأن الصراحة يعني لا تظنوا أنه اللعبة سهلة، لعبة أونلاين يعني ما تلعب كذا فقط مع الكمبيوتر، أو بها أطوار يا جماعة مختلفة، فخلونا يا جماعة نجرب. طيب يا جماعة مثل ما تشوفون حاليا يقول لك اختار واحد من هذولا. مثل ما تشوفون لوفي عنده الهجوم جيد ودفاع 2 وعنده السرعة 1، بينما شانكس يا جماعة ما ادري ليش عاملي فقط الدفاع ماله 3 وايضا السرعة عنده 1، يعني اسرع من لوفي والهجوم ماله 0 صراحة. فخلونا يا جماعة نجرب. عندنا هاي الشخصيات فيا رب انه تضبط معانا. هذه هي، وهذه يا رب شخصيات او ماي جاد يا جماعه، شفتوا اللي شفته؟ العدو عنده شخصيات يعني تقريبا تقدر تقول اسطوريه، واحنا انا شخصيتي يا جماعه عاديه، يعني ما شخصيه اسطوريه. ولو تلاحظون امامنا يا جماعه مباشره ذيك المجنونه اللي بيج ماما يا جماعه، وهي كبيره ايضا، يعني ما هي عاديه. او ماي جاد. طيب فكره اللعبه يا جماعه مثل ما تشوفون لازم نجمع هذه الاعلم، نسوي اعلم لنا. او ماي جاد متت، او ماي جاد بضربه واحده يا جماعه، هذه اسطوريه اصلا، يعني صراحه انا قاعد هيك يعني لحالي قاعد العب صراحه. عندهم 3 اسطوريه واحنا ما عندنا ولا واحد اسطوري، يمكن بس واحد، اتوقع راح تكتلنا كلنا. خلنا نتقدم يا جماعه. او ماي جاد يا جماعه متت، طبعا مشكله صراحه. شوف هذا ايضا اسطوري يا جماعه، يعني وضعيه صراحه زباله صراحه. فخلونا يا جماعه نجرب، يا رب انه تضبط معانا، لان الوضعيه داتشه صراحه وهم متقدمين تقريبا علينا. يا جماعه حتى ما طخ ضربات، ما قاعده تاثر بيها. او ماي جاد يا جماعه ضربت الضربه وانا متت. ما عاد والله هذه ما هي صحيح، يعني حاطينها وحده بكبر الحولي وبكبر الثور حاطيها بيناتنا يا جماعه، ايش السالفه؟ او ماي جاد ايش هذه؟ هذه وحده معانا يا جماعه، والله جيد. المشكله يا جماعه ما عندنا بس علم واحد معانا، طبعا الاحل. او ماي جاد شنو هذا اللي قدامنا يا جماعه؟ يا جماعة لازم نغير الأعلم. او ماي جاد قتلنا بضربة واحدة، والله ما ينفع كذا يا جماعة، والله ما ينفع كذا، يعني الموضوع صراحة زاد عن حده، ما قاعد نقدر نسوي شيء بين هذولا. خلاص يا جماعة أنا ما راح أقاتل، تعال هنا أنا فقط ابعد لي هذه، غير لي الأعلم
واترك القتال لأهل القتال. او ماي جاد يا جماعة. جيد يا جماعة. اوه قتلها. او ماي جاد يا جماعة. يعني بضربة واحدة ينهيني يا جماعة، شايفين كيف؟ صراحة شيء مستفز جدا. واضح انه احنا راح نخسر يا جماعة. المهم شكرا يا جماعة، خسرنا. طيب يا جماعة خلونا نجرب لنا لعبة ثانية، لكن هالمرة بنجرب هذه نوعية ثانية او نمط جديد. طيب الحين عندنا هذه الشخصيات يا جماعة، وعندنا هذه الشخصية وصلنا لها، يعني فزت مرتين على الشخصيات اللي قبلها فوصلنا لهذه الشخصية. هذه تقريبا تلعب مع الكمبيوتر يعني كذا، كيف تقول قصة او من هذا القبيل. فيعني يجوا لك ابطال وانت تقاتلهم ولازم تنتصر عليهم. فخلونا يا جماعة نجرب يعني بدل ما ندخل كذا معارك. او ماي جاد. او يهو. طيب يا حبيبي عطها كذا. يس. هذا اللعب الصحيح يا جماعة. هو صراحة يعني احنا ربحنا، لكن يا جماعة انه هذه انت على السهل، والمشكلة انه في سهل وفي صعب فقط، يعني ما في شيء اسمه وسط. فمن تجهز شوفوا شغلة بفهمكم السالفة يا جماعة. فمثل ما تشوفون يا جماعة اسعلي مثلا انا لعبت هذه مثلا عسل. تقدر يا جماعة تلعب تسويها على الصعب. الصراحة يعني الصعب شيء يعني فوق الخيال صراحة، يعني ما تتوقع انه الفرق بهذا الحجم. مثلا هذا سهل، خلونا يا جماعة نجرب صعب. مثلا هذا اول بطل، يعني نقول هذا اول بطل وسهل وكذا. اول بطل. فخلونا يا جماعة نجرب الصعب ضد هذا البطل، خلينا نشوف يا جماعة كيف راح يصير معانا. مع انه هو سهل صراحة، يعني هو المفروض سهل، لكن من تقول له انه سويه صعب كأنك قاعد تتحداه يعني. وايضا الشيء اللي راح تلاحظه انه الدم ماله ينقص بطيء جدا جدا، وهذا تقريبا. او ماي جاد يا جماعة. يس 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 يس. لحظة لحظة لحظة، بيروح الدرع. يس يا جماعة. ما ودي يضربني، لأن يا جماعة يمكن ضربة واحدة بيقتلني صراحة. لا يا جماعة، شفتوا ايش قد نقص من عندي؟ احتاج الى الطاقة تجيني. يس يس. لحظة، راح تجينا الطاقة يا جماعة. جتني الايد. يس. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اجا يا جماعة. وين وين وين؟ وين تضرب يا جماعة؟ بقانا انه نقدر نلعب بالشخصية الثانية. او ماي جاد، الضربة راحت يا جماعة. شو مرتها كذا؟ يس. والله احس ضرباته بايخه صراحه. شنو رايكم صراحه؟ احس المفروض يعني تكون ضربته اقوى ولا لكن واضح انه. لحظه بنسوي كذا. او ماي جاد، ماني عارف ايش سوى. اوه يس يا جماعه، ما مات يا اخي. ما اقدر ادير الشاشة. هي كذا يا جماعة اقدر اديرها. طيب ما هي مشكلة، خلاص يا جماعة. لا لا يا جماعة، على نهاية الدمة. بنجرب يا جماعة، هذه اخر مرة الا ان شاء الله افوز علي. ان شاء الله بهمتكم يا جماعة، ان شاء الله راح نفوز. ضربة جديدة، ضربة
ضربة متقدمة يا جماعة، جيد، مسكناه بهذه الطريقة، ويبقى انه نضربه كذا، يس، راح عطانا، ايش السالفة؟ اوه طلع قدامنا يا جماعة، والله ما ينفع كذا، هذا يختفي ويطلع يس يس. طيب طيب يس، اعطى ضربة، كم بقالة؟ والله بقالة كثير يا جماعة صراحة. يس يا جماعة نتقدم حاليا، حاليا احنا متقدمين عليه يا اخي. وين 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 تضرب يا جماعة؟ والله خلفي مباشرة، يعني ما ينفع كذا. يس طبعا، فقط اعطيكم ملاحظة انه يعني من يبدأ يضرب الفرصة المناسبة لاجل انه تقدر تتقدم عليه كذا. عطى كذا، يس، اوه راح يختفي يا جماعة، ما نعرف مين راح يطلع يا جماعة. بس عدل الشاشة، بس عدل الشاشة، يس يس يس، فزت وعصعب يا جماعة صراحة. فقط انه تفتهمه، لان يا جماعة يعني من يكون عصعب يراوغ، يعني من تجي تريد تضربه راح يراوغك ويصير خلفك ويضربك وراح ينقص دمك، خاصة انه الضربة مالته قوية جدا جدا. فهاي كذا ملاحظة مني لكم لاجل انه اللي يلعب بها راح يفتهم السالفة. طيب يا جماعة، الصراحة يا جماعة نظام اللعبة كبير جدا جدا، يعني ما هي بس كذا تطور الشخصية، في اشياء كثيرة كثيرة يا جماعة في اللعبة. وما اخفي عنكم سر يا جماعة، الى الان صراحة ما فاهم كل اللعبة، ولعبتها تقريبا كذا يعني مجرد انه لاجل انه نسوي عليها فيديو وايضا نعرضها امامكم وناخذ ارائكم حول اللعبة. اللي جرب اللعبة يعطيني رأيه اسفل في التعليقات، ونشوف كم شخص معانا جرب هذه اللعبة يا جماعة وشنو رأيكم بها بشكل عام. هذا اللي كان عندنا يا جماعة اليوم، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الأكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.